بعد أشهر من عبور الصحراء ومشاهد موت المهاجرين في البحر خلال محاولاتهم الفاشلة للوصول إلى أوروبا، تخلى اللاجئون في النيجر عن عبور البحر الأبيض المتوسط وقرروا العودة إلى أوطانهم. نحو 7000 مهاجر تقطعت بهم السبل في النيجر ولم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بعدما أغلق المجلس العسكري الانتقالي مجاله الجوي وفرضت دول المنطقة على نيامي عقوبات اقتصادية كبيرة وأخرى على السفر وأغلقت حدودها البرية. أنام في الشارع مع جميع المهاجرين الآخرين، ليس لدينا مكان لنقيم فيه، لا مال ولا حتى طعام نأكله. كل الأماكن التي تراها هنا هي لمهاجرين ينامون في الشارع. المهاجرون يعانون ونحن نعاني هنا. منظمة كوبي وهي منظمة إغاثية إيطالية توفر المأوى للمهاجرين في بلدة أساماكا بشمال النيجر بالقرب من الحدود مع الجزائر، قالت إنه منذ الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم دخل 1300 شخص إضافي إلى مركزها في محاولة للعودة إلى ديارهم. وتساعد المنظمة الأمم المتحدة في استضافة الأشخاص، لكنها حذرت من نفاد الغذاء والماء إذا لم تفتح الحدود قريبا. الأمر معقد لأنه بعد إغلاق الحدود لم تعد المنظمة الدولية للهجرة قادرة على السماح للمهاجرين بالخروج من النيجر بعد الآن. وبالنسبة إلينا، إذا استمر هذا الوضع شهراً آخر فسنواجه صعوبات في الحفاظ على المستوى الحالي من الخدمات التي نقدمها للمهاجرين مثل الغذاء والماء والمأوى والحماية. لذلك نأمل أن يتم حل هذه الأزمة بسرعة. وتعد النيجر طريقاً مهماً للأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا كنقطة انطلاق لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وأولئك الذين يعودون إلى ديارهم بمساعدة الأمم المتحدة، فضلاً عن أنها كانت شريكاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي في العمل على وقف تدفق المهاجرين.